شاب جزائري يقيم بصفة غير قانونية في بلجيكا يصبح بطلاً لدى الرأي العام بسبب إنقاذه سيدة مسنة من الموت غرقاً بعدما فقدت توازنها وسقطت في مياه نهر بمقاطعة لياج. تقارير أفادت بأن نادر بشكات لم يتردد لحظة في خلع ملابسه والقفز بأقصى سرعة لمساعدة تلك المرأة التي كادت تلفظ أنفاسها الأخيرة. وعلى الرغم من البرد القارس تمكن نادر من إبقاء السيدة طافية على الماء لأكثر من 15 دقيقة حتى وصول فرق المساعدة. العديد من الصحف البلجيكية أشادت بشجاعة الشاب الجزائري فيما طالب ناشطون على مواقع التواصل بتسوية وضعه ومنحه إقامة شرعية في بلجيكا بعدما وصل إليها على متن قوارب الموت.